السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا تمرين بسيط وخفيف ومفيد للناس اللي تبحث عن إطالة خلف الأفخاذ أو الأوتار الخلفية للقدمين، وهذه الأوتار هي مهمة طبعا دائما لتسهيل حركات الجسد والركل السريع والقوة الجسدية، وتعطيك مرونة أيضا في فتح الحوض، ومرونة أيضا في القفزات، ومرونة أيضا في تحسين الشقلبات وتحسين الركلات وخفة في يومك. هذه تمارين من أهم التمارين اللي يجب أن تمارسوها، وهي تمارين الشمبانزي أو الغوريلا. طبعا الموضوع مرة بسيط، كل اللي عليكم أنكم تتمرنوا التمرين هذا يوميا في البيت قدر المستطاع. ويستحسن من الشباب اللي يتمرنوا في الدوجو أو في الأندية أنهم يسووا التمرين هذا مباشرة بعد الإحماء، بعد ما يخلصوا من الإحماء يقوموا بلفة كاملة على النادي. أيضا للمدربين اللي يدربوا الشباب بعد الانتهاء من تدريب التسخين على طول، خلي تلاميذك يمشون لفة كاملة على الصالة بهذا التمرين، وهو تمرين الشمبانزي أو تمرين الكينج كونغ أو تمرين الغوريلا، مشية الغوريلا أو مشية الشمبانزي. بعد هذا مرة غاية في الدوجة الحين نشوف البطل محمد كيف حيمشي الشمبانزي. كم واحد نفس أجلس محمد اللي ما عنده إطالة ويحاول يصل للتمرين هذا، كل اللي علينا إنه نسوي هذه الحركة، نثني ركبتين ونضع أيدينا في الأرض قد المستطاع على الإبهام، روح أثني ركبتين، أثني. محمد عنده إطالة، اللي ما عنده إطالة الآن تبدأ من ثبات يدك في الأرض، تبدأ تشد ركبك تدريجيا، شدة اوكي الى ان تستقيم، ومن بعدها تمشي واحد اوكي جو 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 جو، بس تاخذ لفه على غرفتك او على الصاله. وصف يا محمد، تمام، تاخذ لفه على الغرفه او الصاله في نفس هذا التمرين، واضح اوكي. من هنا حتاتيك المرونه خلف الركبه، وهذا هنا في عصب عند بعض الشباب اللي يمارسوا الاطاله، دائما يقول لي في نحس في عصب حار بينقطع، اذا قدرت تسوي التمارين هذه فحيبدا الالم يروح. واما الالم اللي زي اللسع هذا بينقطع هذا، فهذا ما يخوف، هذا معناته انه اوتارك الخلفيه بدات تتمدد، فهذا شيء طبيعي وشيء سهل جدا. واصل على التمرين وراح توصل، وبالتوفيق. سعيد شد الركبة، قرب ايديك من رجولك من ايديك. محمد كويس. لا سعيد غلط شكلك، عشان ما اقدر الهاق انزل تحت. اي اطالة الركبة، نعم. حمد هو محمد قدام برضو. يس، القبضة في الأرض والقدمين وركبتين مشدودة، القدم قريبة من اليد بالضبط، نعم القدمين قريبة من اليد وليست بعيدة. شد الركبة مشاري، انزل تحت، القبضة في الأرض، شد الركبة. هيثم لا غلط، الركبة إذا انثنت غلط. سعيد غلط 100% غلط، مشعل غلط، قبضتيك في الأرض، مرونة أسفل الركبة والظهر،